فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. طيب، وقال ليس منا من شق الجيوب. شق الجيوب النساء لما المصيبة تشق ثيابها، يعني من عدم الصبر، وقد يحدث من الرجال. الصالقة اللي تصيح، والحالقة اللي تحلق شعرها، والشاقة اللي تشق ثوبها. هكذا أنه يتبرع منه صلى الله عليه وسلم. طيب.